روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي أنه كان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقال لي: يا غلام، إني معلمك كلمات. وفي هذا من الفوائد الحرص على تعليم الصغار دين الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله جل وعلا، وأننا كآباء وأولياء أمور كما أننا نهتم بجلب الطعام والدواء والكساء والشراب لأبنائنا في بيوتنا، فإنه يجب علينا قبل ذلك أن نهتم بتعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم بتعليمهم حق الله جل وعلا، لأن حق الله هو أعظم الحقوق، أعظم حق قبل حق الوالدين وقبل حق الجيران وقبل حق الأرحام، وقبل ذلك كله حق الله عز وجل أولا، وهو التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله علينا أن نوحده وأن لا نشرك به لا ملكا مقربا ندعوه مع الله عز وجل، لا، لأن هذا شرك، ولا نبيا ولا رسولا يدعى أو يستغاث به من دون الله عز وجل، ولا وليا صالحا. فلا يجوز أن نقول: يا شيخ فلان مدد مدد، هذا شرك بالله وكفر بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن نقول: يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حواك، كل هذا هو الشرك والكفر بالله عز وجل الذي من أجله قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه. ثم قال: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى احفظ الله؟ تطبق أوامر الله جل وعلا، وأعظم أمر هو توحيد الله، وكذلك تنتهي عن نواهيه جل وعلا، وأعظم نهي هو الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حفظت الله وأديت حقوقه بعد توحيد الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وغيرها من الأوامر، وانتهيت عن المحرمات والنواهي، يحفظك الله وتجده تجاهك. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يعينك في أي أمر تريده من أمر الدنيا والآخرة، ويساعدك ويوفقك ويسددك.
ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت يعني إذا دعوت، لا تدعو إلا الله، لأنه من دعا غير الله سبحانه وتعالى فسيدخل نار جهنم خالدا فيها. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هؤلاء الفقراء اللي بيسموهم الناس زورا وبهتانا أولياء صالحين، وأغالبهم لأولياء لا صالحين، لكن لو بيبقوا صالحين، لو فرضنا إنهم صالحين، ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أنت مش عبد لله، مش كده؟ اللي بتناديهم من دون الله ديل عباد أمثاله، برضو عبيد لربنا. ربنا قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيستجيب ليه؟ وإما مصدق الكلام ده، ما مصدق القرآن، ربنا قال للناس ديل أمشوا جربوا. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما عندهم حاجة، لا بيستجيبوا، لا بيتكلموا، لا بيسمعوا، زول ميت في القبر، بس عشان الجماعة معه له قبة وضريح وفرشوا له موكيت معناته زور صالح؟ لا، الصلاح بالعمل ما بالموكيت ولا بالقبة. عشان كده قال واحد داعية من دعاة التوحيد، توفي قبل زمن بعيد في هذه البلاد، داعية ذكي وحريص جدا، نسأل الله يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، لقى جماعة بيعبدوا في الضريح ده في كسل هناك بتاع المرغنية، بيتبركوا بالضريح ويسفوا التراب ويتمسحوا بالموكيت. فقام جاري شال الموكيت الخاتين فوق قبر الشيخ ذات وطبقه وقام جاري جربيه. الجماعة جر وراه وقبضوا، كيف تسرق الموكيت حق أبونا الشيخ؟ قال لهم: أبونا الشيخ اداني له. كيف يديك له؟ قالوا له: هو ميت. طيب، قال لهم: ميت تدعوه وتستغيثوا به ودايرين منه الجنة، وقال لهم: أبوكم الشيخ ده يديكم الجنة وأنا ما يديني الموكيت؟ حجة قوية، لأنهم لا يسمعون. ربنا قال: لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمع. الله قال كده: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمع دعاء غير الله، الله سموه شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا في الآية ربنا قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة هي أن يطلب الإنسان العون من غيره، وهي قسمان: الأول استعانة في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، يا فلان جيب لي عليك الله كوز مويه من الثلاجة دي، ده المخلوق بيقدر عليه، مخلوق الحي لكن الموجود، ما يكون ميت ولا يكون غايب، لأنه من البلادة والجنون إنه زول غايب ما حاضر تقول لي جيب لي مويه، حتى لو حي، لكن أنت في السودان وهو في اليابان يجيب لك مويه كيف السلحان يعني. فالاستعانة فيما يقدر عليها المخلوق، تعال ادفر معايا العربية دي وأحلانا يجي يدفر معاك، ده ما شرك ولا حرام، ده جائز. عشان كده ربنا قال: فاعينوني بقوة.
طيب عن ذي القرنين قال للجماعة عينوني بقوة ما في حاجة في الحاجات اللي بيقدروا عليها. النوع القسم الثاني الاستعانة بالحاجات اللي ما بيقدر عليها إلا ربنا، كنزول المطر وإنبات الزرع وإنجاب الذرية والولد والبنت. المرأة ما بتلد، اللي بيخليها تلد منه الله. أما الدكتور ده سبب شرعي ما في مشكلة، لكن سبب ما هو اللي بدي أجل. أما كون الناس المرأة ما ولدت بعد ما عرست سنتين ولا عشرة يشيلوها يودوها لأبوك الشيخ ويطلبوا من الشيخ الجنة، ده الشرك، ده الشرك ذات، لأنه الجنة والولد ما بدي إلا الله. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، الله اللي بيهب البنات، ويهب لمن يشاء الذكور، الله اللي بيهب الذكور والأولاد، ويجعل من أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ده حق ربنا. الشيوخ اللي بيقولوا بندي الجنة كلهم كذابين ومشركين. زول بيقول بدي الجنة ده حكم بالتعميم، زول بيقول بدي الجنة ده مشرك كافر. ما تتغشى ساكت، يقول لك أنا جدي النبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعلو مكانته عليه الصلاة والسلام ما كان بدي الجنة للناس، لأنه الجنة ده بيخلقه الله، الخالق الله ما النبي. يجي شيخ ساكت، شيخ ساكت ما كلف عليه بشال أخضر يخلق مع ربنا يديك الجنة؟ قالوا بده الولد بوقيتين ده والبيت بوقي الذهب. حسي ده ما لعب بعقول الناس وكذب واستهبال وشرك بالله عز وجل وكفر بالله عز وجل. كذلك نزول الأمطار دي ما في إلا عند الله، ما في أي أحد بينزل المطر، لأن ربنا قال كده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، هو الله يعني ما الشيخ، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما زي ما قال ذاك شيخ الصوفية اسمه الخنجر وقال نحن بنمشي في السودان للمشايخ بندفع القروش بدون المطر. طيب بالعقل كده انت ما صدقت انه الله اللي بينزل المطر. انا بتكلم مع الصوفي ذاك، ما معكم انتم الناس الطيبين، مع الصوفي ذاك الخنجر. طيب ما صدقت انه الله اللي بيدي المطر برا والقران كله كذبت به. طيب اها ماشي، كلمتك دي ذاتها فيها تناقض. كيف انت قلت بنمشي للشيوخ بنديهم القروش عشان الشيوخ ينزلوا المطر؟ شيخ او شيوخ محتاجين، فقراء مساكين محتاجين لقروشك، قروش ما عندهم، ينزلوا المطر كيف؟ زول ما يقدر يدي روح القروش ينزل لك انت المطر كيف من السماء؟ زول ما ملك جزلان فيه 50 جنيه كيف يملك السماء والامطار اللي فيها اللي بتنزل؟ كذب العقل. وده كمان قال لك دكتور بجامعة أم درمان الإسلامية ويروى إنه أستاذ كرسي التفسير بكلية الطب بجامعة أم درمان الإسلامية. أها باقي لك باقي الناس يسووا شنو؟ زول قال نمشي للشيوخ والشيوخ اللي بينزلوا المطر ما الله، بل قال إن فيك واحد يقول لك ما تسأل الله عشان نزل المطر، قال هب تسأل الله والله برضه ما بدي. في عقيدته الله ما بدي المطر، حتى لو سألته ودعيته، لكن الشيوخ لو وديتهم القروش شيوخ الصوفية هم اللي بدوا المطر. يا ناس الكلام ده انتم بترضوه؟ أليس هذا هو الشرك بالله؟ وده شرك في الربوبية ما وقع فيه حتى أبو جهل وأبو لهب المشركين الأوائل ذاتهم ما وقعوا في شرك قدر ده، مع أنهم مشركين وكفار. ده شرك أكبر من حقنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا استعنت فاستعن بالله. آخر حاجة قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، هل ينفعوك بشيء؟ لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. يبقى ما تخاف وما تلاوث، يقول لك الشيخ ده بينفخك وبينشف ريقك، كذاب. الأمة كلها لو اجتمعت دار ينفعوك ما ينفعوك، ولو اجتمع على انه يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يا
يعني يبقى ما في داعي للخوف، ما في داعي زول يلبس له حجاب تميمه، حجاب يربطه هنا او هنا او يربطه على الشافع الصغير او على الحمار بتاعه، يقول لك ده بيحرس. طيب الحمار ده لما ولده جا طالع من بطن امه لابس حجاب؟ لا، الحفظ جوا البطن منه؟ الله بيحفظه بره برضه الله، انتهى. الشافع ده كان جوا بطن امه 9 شهور، الحفظ منه جوا؟ الله، ربنا اللي بيحفظه بره، انتهى. ما في داعي للهوس. بعدين الحجاب ده انت حافظه ولا هو حافظه؟ انت عامل له جلتيس مجلده عند النقول ليه؟ قال عشان الحجاب ما تكون فيه مويه يخرب، فالحجاب بيخرب، انت اللي عامل له وسيله بتاعت حفظ، صحيح ولا ما صحيح؟ يبقى هو حافظك كيف وهو ما حفظ نفسه. عشان كذا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من علق تميمه، يعني حجاب، يعني اللي بيلبس له حجاب بيحصل له شنو؟ قال: من علق تميمه يعني حجاب فقد اشرك مشرك. في جماعه نحن لو ما صلحنا العقائد دي العيش ما بيرخص، والحاله الاقتصاديه ما بتصلح والله، والسودان ده ما بيصلح الا نصلي عقيدتنا في ربنا. اذا داير يصلح صلح تمام ونجيط وحاجه سمحه، وحدوا الله يا جماعه. ربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، بركات بركات من السماء والارض كمان، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. واكبر التكذيب الشرك بالله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، وقموا إلى الصلاة ارحمها.